قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم إلى آخر الآيات. وروى مسلم وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. في أهم فقرة من فقرات برنامجنا هذا تكريما واحتفاء بالإخوة الطلاب الخريجين من الدفعة الأولى والثانية، فهذه الفقرة مخصصة لتكريمهم ليحصلوا ثمرة جهودهم وما بذلوه في طلبهم لحفظ كتاب الله عز وجل. قال الشاعر: أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام، فكان من كل صوب جاء قلب خافق يستعذب الترتيل والإتقان، غرباء من كل البقاع تجمعوا هجروا الديار وودعوا الأوطان، غرباء لكن قد تآلف جمعهم صاروا بنعمة ربهم إخوانا، يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوطاء لا يتوانى، يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. فلتفضل الشيخ الباشمهندس معتز ماهر يقدم لنا هذه الفقرة لتكريم الطلبة الخريجين من الدفعة الأولى والثانية من معهد المدينة النبوية، مجزيا عند الله مشكور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ الفقرة، نرجو من كل من العم والشيخ محمد حسن علي مكي والعم الشيخ محمد عبد الله الحاج والعم الشيخ الهادي العوض الهادي والعم الشيخ البدوي مجاهد والشيخ مزمل عوض فقيري والشيخ الدكتور أبو بكر آداب أن يتفضلوا إلى المنصة لتكريم الطلاب وتوزيع الجوائز، فليتفضلوا أولا. بعدين وكذلك العم مصطفى، اي نعم، ابو محمد مصطفى.
نبدأ بالدفعة الأولى من أبناء ولاية النيل الأبيض منطقة ربك الخريج عبد الرؤوف الطاهر آدم الأول على الدفعة الأولى فليتفضل. من أبناء ولاية الخرطوم منطقة أم بدا الخريج أحمد محمد خير يوسف فليتفضل. من ولاية جنوب دارفور منطقة ديربات الخريج عيسى آدم أحمد آدم تفضل. من أبناء ولاية الخرطوم منطقة السلمة الخريج آدم عبيد آدم محمد. من أبناء ولاية شمال كردفان منطقة الأبيض الخريج عبد الرحيم صديق عبد الحميد. وأيضاً من ولاية شمال كردفان منطقة الأبيض الخريج صبري محمد أحمد الإمام. من الولاية الشمالية منطقة أبو حمد الخريج مصطفى مطر صابون.
من أبناء ولاية شمال كردفان منطقة أبو ضليع الخريج عبد المحسن آدم السني. وأيضاً من ولاية شمال كردفان منطقة أبو ضليع الخريج أبو بكر حمد حسن. من ولاية جنوب دارفور منطقة أبو عجورة الخريج حذيفة حمدان. من ولاية الخرطوم منطقة السلمة الخريج أبو ذر عبيد آدم محمد. وهو شقيق الأخ آدم عبيد، وهو أيضا من الحفظة في هذه الدفعة. من ولاية الخرطوم منطقة دردوه الخريج مصطفى الطيب محمد. من ولاية جنوب دارفور منطقة نيالا الخريج إسماعيل يحيى عمر سليمان. ينوب عنه الأخ بشير عمر سليمان وهو عمه. وأخيرا من الولاية الشمالية منطقة دنقلة الخريج علي الصادق محمد أحمد. بنوب عنه طبعا. ينوب عنه الأخ عمر. نبدأ في الدفعة الثانية من ولاية الجزيرة منطقة الحضور الخريج الأول على الدفعة الثانية علي الأمين علي محمد. Thank you.
من ولاية الخرطوم منطقة أمبدة الخريج أسامة أحمد علي. من ولاية غرب دارفور منطقة الجنينة الخريج حسين حامد عبد الكريم. من ولاية وسط دارفور منطقة أم دخن الخريج عبد اللطيف يوسف عثمان. من ولاية غرب دارفور منطقة تندلتي باري الخريج عبد الغني سليمان إبراهيم. من ولاية شمال دارفور منطقة سرف عمره الخريج أحمد محمدين محمد. كذلك من ولاية شمال دارفور منطقة سرف عمره الخريج يحيى براء هارون. من ولاية الجزيرة منطقة جنوب أم القرى قرية حفيرة الخريج عبد المنعم حماد محمد البلولة. من ولاية شمال دارفور منطقة سرف عمره الخريج محمد عبد الرحيم أتيم. من ولاية الجزيرة منطقة مشيري الخريج
عمر سليمان إبراهيم. من ولاية الجزيرة أيضا منطقة أم القرى الخريج النيل محمد أحمد. من ولاية وسط دارفور منطقة شمال جبل مرة الخريج بخاري آدم عبد الحميد. من ولاية الخرطوم منطقة صوبة شرق الخريج عمر أحمد عبد عبد الله. من ولاية كسلا منطقة خشم القربة الخريج إدريس موسى عامر. والخريج إدريس موسى عمره 15 عام من أصغر حفظة كتاب الله في المعهد. ومن ولاية جنوب دارفور منطقة دربات الخريج آدم أحمد محمد صالح. من ولاية الخرطوم منطقة الكلاكلة القبة الخريج أحمد عثمان علي. من ولاية كسلا منطقة خشم القربة الخريج محمد موسى عامر. وهو شقيق الخريج إدريس موسى عامر. من ولاية شمال دارفور منطقة الفاشر الخريج عبد الله موسى أبكر. من ولاية جنوب دارفور منطقة نيالة الخريج محمد الطيب موسى إسماعيل.
من ولاية البحر الأحمر منطقة سنكات الخريج محمود محمد محمود. من ولاية وسط دارفور منطقة وسط جبل مرة الخريج عبد الشكور أبو بكر النور. من ولاية شمال كردفان منطقة بارا الخريج محمد حمد السيد. من ولاية شمال دارفور منطقة سرف عمرة الخريج حب الدين إسحاق. ومن ولاية وسط دارفور منطقة زالنجي الخريج عبد الله يعقوب رماد. من ولاية غرب دارفور منطقة الجنينة الخريج أحمد عبد الله جمعة. من ولاية شمال دارفور منطقة سرف عمرة الخريج أشرف إبراهيم آدم. همة ما شاء الله لأبناء منطقة سرف عمرة. من ولاية الخرطوم منطقة شرق النيل مضوم بان الخريج عبد الرحمن مكي. Gracias.
من ولاية الخرطوم منطقة شرق النيل المايقومة الخريج صديق صابر الصديق. خلاص كويس كويس تمام أبشر. خريجنا القادم من دولة إريتريا منطقة أسمرة الخريج فهد آدم شمو. من ولاية الخرطوم منطقة شرق النيل المايقومة الخريج أحمد الحارث إبراهيم. ونختم بأحد أبناء ولاية جنوب دارفور منطقة نيالا الخريج مجيب الرحمن إبراهيم آدم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكر لأعمامنا الفضلاء هذه الوقفة، وندعوهم للوقوف مرة أخرى. يتفضل الشيخ مزمل والشيخ أبو بكر. قلت أعمامنا ما لاش له معكم. وليتفضل الأخ الشيخ عبد الرؤوف لتقديم الفقرة القادمة. جزاكم الله خيرا. روى الإمام البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال الشاعر: ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر لما كنت بعد القول إلا مقصرا ومعترفا بالعجز عن واجب الشكر. فتعبيرا للشكر والامتنان من الإخوة الخريجين وعرفانا للجميل الذي قدمه وما زال يقدمه مشايخ وإدارة معهد المدينة النبوية في تعليم كتاب الله عز وجل الذي هو أشرف العلوم، وتعليم العلوم الشرعية وتأهيل الدعاة إلى الله عز وجل لوجه الله سبحانه وتعالى. نحسبهم والله حسيبهم. فيريد الطلاب الخريجين تكريم مشايخهم فليتفضل إلى المنصة لتكريم المشايخ. كل من الطلبة الخريجين: صبري محمد الإمام، أحمد محمد خير، عبد الرحيم صديق، علي اللمين علي، وعبد المحسن آدم السني. فأول من نبدأ به التكريم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الباشمهندس مدير معهد المدينة النبوية الشيخ شهاب عوض عبد الله حمدان، فليتفضل مجزيا عند الله مشكورا.
فليتفضل إلى المنصة الشيخ عبد العزيز إبراهيم محمد عمر من إدارة معهد المدينة النبوية، خريج من جامعة أم درمان الإسلامية، كلية أصول الدين، خطيب مسجد الوالدين بمنطقة التعويضات، فليتفضل مجزيا عند الله مشكورا. فليتقدم إلى المنصة الشيخ جمعة نور الدين محمد إدريس المدرس بالمعهد المدينة النبوية السابقة مجزياً عند الله مشكورا. فليتقدم إلى المنصة الشيخ مصعب صالح عمر إدريس خريج جامعة أم درمان الإسلامية كلية الشريعة والقانون والمدرس في معهد المدينة النبوية السابقة. فليتقدم إلى المنصة شيخ عيسى آدم أحمد خريج معهد المدينة النبوية والمدرس بالمعهد حاليا، فليتفضل مجزيا عند الله مشكورا. بقلوب يملأها الحب ويكسوها الاحترام ويغمرها الفرح ويعلوها الفخر، يسر خريجي الدفعة الأولى والثانية من معهد المدينة النبوية لتعليم القرآن وعلومه أن ترسل أسمى كلمات الشكر وأغلى عبارات التقدير والاحترام إلى المشايخ الفضلاء على تفضلهم بأغلى وقتهم وقصارى جهدهم وعصارة علمهم ودقيق فهمهم وحسن أخلاقهم في سبيل تعليم ونفع أبنائهم طلاب معهد المدينة النبوية. إن قلت شكرا فشكري لن يوافي حقكم، حقا سعيتم فكان السعي مشكورا، وإن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيرا. فجزاهم الله عنا وعن الطلاب أجمعين خير الجزاء، وتقبل الله سعيهم وجعل ذلك في موازين حسناتهم. وفي الفقرة القادمة تتقدم إدارة معهد المدينة النبوية لتكريم المشايخ الفضلاء الذين شاركونا فرحتنا وأفادونا من علمهم وتفضلوا علينا بما عندهم من العلم والنصائح، فليتفضل إلى المنصة الشيخ شهاب عوض والشيخ عبد العزيز والشيخ جمعة والشيخ مصعب لتكريم المشايخ. فليتقدم إلى المنصة فضيلة الشيخ زمي الفقيري حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير.
اللي تقدم إلى المنصة فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر رداب مجزيا عند الله مشكورا. فليتفضل إلى المنصة فضيلة الشيخ أحمد البدوي مجزيا عند الله مشكورا، وهو مدير معهد عبد الله بن مسعود بمنطقة الغار، فليتفضل مجزيا عند الله مشكورا. كلمات الشكر والثناء وعبارات الحب والوفاء تتزاحم على أبواب فضائلكم، تحمل أسمى معاني التقدير لجهودكم والاحترام لبذلكم وعطائكم. شكرا لكم، يرعاكم رب السماء. كونوا كجسم واحد متكاتف، يا من لهم علينا فض سابق، شكرا لكم حقا علينا أوجب. في ختام برنامجنا هذا نشكر الله عز وجل أولا أمن علينا بهذا الحفل المبارك لتكريم حملة كتاب الله عز وجل والاحتفاء بهم، ونشكر لجميع الحضور تكبدهم للمشاق من أجل الاحتفال والفرح ومشاركة طلاب وحفظة كتاب الله عز وجل، ونشكر جميع من ساهم في هذا العمل المبارك بإذن الله وقدم فيه، ونشكر الإخوة الطاقم الفني الذين ساهروا الليالي في إعداد هذا البرنامج وإخراجه بهذه الصورة المشرقة، فجزى الله عنا جميعكم خيرا وتقبل الله سعيكم. ونذكر في الختام بالمحاضرة الكبرى التي تكون في يوم الخميس بمجمع المدينة النبوية بالعلامات بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله مع الشيخ مزمل الفقيري والشيخ الدكتور أبو بكر رداب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.